السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا كما قلت لكم اليوم غادي نكملوا على فرض في مادة الرياضيات بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي اللي كنت بديته معكم، وهو هذا كنت بديت معكم ودرت معكم أنشطة العد والحساب. اليوم غادي نديرو أنشطة القياس وكذلك أنشطة الهندسة، مفهوم؟ إذا أنا كنت قسمت الفيديو على جوج باش ما يكونش طويل وممل. إذا كنرحب بجميع المتتبعين والمتتبعات اللي عاد التحقوا بالقناة ديالي، كندعوهم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يبقاو يوصلهم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنتمنى أنكم تزيدوا دعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري باش نزيد نستمر إن شاء الله في النشر وفي الإفادة، وباش توصل القناة لأكبر عدد من المتتبعين والمتتبعات والمستفيدين والمستفيدات إن شاء الله. إذا هذا الفيديو درته من أجلكم، مرحبا بكم. إذا كما قلت لكم اليوم غادي ندير معكم المجال الرئيسي الثاني أنشطة القياس، وكذلك المجال الرئيسي الثالث أنشطة الهندسة أو أنشطة هندسية. إذا أنشطة القياس، السؤال الأول: حول إلى الوحدة المطلوبة. إذا هذا السؤال متعلق بالتحويلات بجدول وحدات قياس السعة والحجم. بالنسبة للجدول هو رسمته، جدول هو هذا، جدول وحدات قياس الحجم والسعة. إذا غادي نبداو على بركة الله. إذا عندي 23 متر مكعب، شحال كتساوي من ديسي متر مكعب؟ مفهوم؟ شحال كتساوي من ديسي متر مكعب؟ هكا كنحولوها. إذا 23 متر مكعب، دائما الوحدات 3 هنا و 2 هنا، 23 متر مكعب، نحولها إلى الديسي متر مكعب. إذا كنحول من الوحدات إلى الوحدات، 0 0 0. إذا هي 23000، 23000 ديسي متر مكعب، مفهوم؟ 23000 ديسي متر مكعب. دابا غادي نمرو 482 سنتيمتر مكعب، شحال فيها من سنتيلتر؟ داكوغ، غنحولو من الحجم للسعة، مفهوم؟ إذا عندي 482 سنتيمتر مكعب، إذا سنتيمتر مكعب هي هادي، إذا 284، غنحولها إلى السنتيلتر. فين هو السنتيلتر؟ عندي هنا، إذا عندي 48.2. 48.2 سنتيلتر. إذا 482 سنتيمتر مكعب يساوي 48.2 سنتيلتر. عندي دابا 5132 مليمتر مكعب، شحال فيها من ديسيلتر؟ وهذه بدورها شحال كتساوي من مليلتر؟ مزيان، إذا 5132 مليمتر مكعب. شنو عندي؟ إذا 2 3 1 5، غنحولها للديسيلتر. إذا الديسيلتر هو هذا، إذا نزيد 0 0 ونوضع الفاصلة ديالي هنايا. إذا 0.05132 ديسيلتر، شحال كتساوي من المليلتر؟ إذا من المليلتر كتساوي 5، إذا ها هي المليلتر، 5.132، 5.132 مليلتر. داكوغ، سي بيان. عندي 0.75 متر مكعب، شحال فيها من مليمتر مكعب؟ إذا 0.75 متر مكعب، شحال فيها من مليمتر مكعب؟ بعد نمثل 0.75 جدول وحدات قياس الحجم والسعة، وغادي نحولها للمليمتر مكعب، مفهوم؟ إذا عندي 0.، عندي هنايا 0.75، هكذا 75، نحولها للمليمتر. إذا نحيد هاد الفاصلة ونزيد 0 0 0 0 0 0 0، 1 2 3 4 5 6 7، 7 ديال الأصفار. إذا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هي هادي مليمتر مكعب. وغادي نكون ساليت هاد ليكزارسيس هذا. ندوزو للسؤال الثاني: ورتب القياسات التالية ترتيبا تناقصيا. هاد القياسات هادو اش غندير لهم؟ غادي نرتبهم. إذا هنايا هما عندي هادي باللتر، هذه بالليتر، وهذه الديسيليتر، وهذه بالمليليتر. اول حاجه خصني يكون عندي نفس الوحدات بربعه بهم، عادي يمكن لي نرتب. داكوغ، اذا هادو ما غادي نحولهم للليتر، صافي. جوج ديسيليتر شحال فيها من ليتر؟ جوج ديسيليتر، فين هي الديسيليتر؟ هنايا جوج ديسيليتر شحال فيها من ليتر؟ فيها 0.2، هاي. اذا هنايا 0.2 لتر. بالنسبه 2500 مليليتر، 500 مليلتر، اها 1500 مليلتر، دونك هنايا ها هي 500 مليلتر، شحال فيها من ماذا؟ شحال فيها من اللتر؟ اها فيها 2.5، 2.5 لتر. وبهذا غادي يسهل عليا انني نرتب، صافي. غيكون عندي 0.5 لتر و105 لتر،
0.2 لتر و2.5 لتر. إذا ترتيب التناقصي يعني ترتيب من الأكبر إلى الأصغر، أكبر عدد هو 105 لتر، صافي هذه كبير نضرب عليها. عندي 0.5، عندي 0.2، وعندي 2.5، إذا 2.5 لتر عاوتاني. ثم 0.5 هي كبيرة، علاش؟ لأن هنايا عندهم نفس الجزء الصحيح، كنمروا للجزء العشري يعني للأعشار، كيجي 5 كبار من 2 صافي لتر، أكبر من 0.2 لتر صافي. سابيا ثم غادي ندوز للنشاط الثالث دائما في القياس. نشاط رقم 3، قام أحمد بإفراغ 0.8 لتر من الماء في إناء فارغ على شكل متوازي المستطيلات، قاعدته طولها 16 سنتيمتر وعرضها 14 سنتيمتر، احسب علو الماء في الإناء. إذا أحمد فرغ واحد الفراغ 0.8 لتر من الماء، فين؟ في واحد السهريج أو لا في واحد الإناء فارغ عبارة عن متوازي المستطيلات. القاعدة ديالو عبارة عن مستطيل، يعني الطول ديالها كيساوي 16 سنتيمتر هكذا، والعرض كيساوي 14 سنتيمتر. سابيا دابا غنبحثوا على العلو ديال الماء، يعني ارتفاع الماء عن سطح الاناء، مفهوم؟ سابيا اذا حنا كنعرفوا اولا، اذا نعلم ان يعني الحجم يحسب بهذه الطريقه، في كتساوي ال في ال في اش، يعني ال هو الطول، اذا الطول في العرض في الارتفاع، داكوغ، في الارتفاع في يعني الحجم. سابيا شنو عندي انايا؟ انا عندي 0.8 لتر، اذا اولا خصني نحولها الى الحجم، هذه السعه، اذا يعني خصني نحولها الى السنتيمتر مكعب، علاش؟ لان هذا مو بالسنتيمتر صافي. اذا شحال كتساوي 800 سنتيمتر مكعب؟ ها هي نتاكدوا منها، 0. ها هي 0. ها هي 0.8، شحال فيها من لتر؟ اذا غنزيد 0 0، ها هي 800 لتر صافي، 800 لتر. اذا ها هو بهذا غادي تكون عندي، نعوضو، 800 سنتيمتر مكعب شحال كتساوي؟ اذا عفوا غادي يكون عندي هنايا، شنو درنا هنايا؟ عندي 0.8 لتر، ها اللتر، ها 0.8 صافي، اذا غنزيد 0 0 هنا صافي، ها هي 800 سنتيمتر مكعب، غادي تساوي لي الطول شحال فيه؟ 16 سنتيمتر مضروب في العرض شحال فيه؟ 14 سنتيمتر مضروب في الارتفاع اللي ما عرفيناش، هنا هو اللي باغي نعرفه. اذا غادي نضرب 16 ماذا في 14، كتساوي 224 سنتيمتر مربع. سابيا هنايا شو غادي ندير؟ غادي ندير 800 سنتيمتر مكعب، غادي نقسمها على 224 سنتيمتر ونشوفها شحال كتساوي، هذاك هو الارتفاع اش. اذا 800 تبقى الكالكولاتي، 800 مقسومة على 224 كتساوي 3.54، أو عفوا 57 سنتيمتر. هذا هو ماذا؟ هذا هو الارتفاع، علو الماء، مفهوم؟ سي بيان، وغادي نكونو سالينا أنشطة القياس. دابا غادي ندوزو لأنشطة الهندسة اللي هما ساهلين وبسيطين بزاف. سي بيان، غنستعملو ملي كنتكلمو على الهندسة فإننا كنتكلمو على الأدوات الهندسية. إذا في هاد التمرين غادي نحتاج بركار، وغادي نحتاج مسطرة، ونحتاج كذلك المنقلة، صافي؟ سي بيان، انتبهوا معايا كيفاش غندير. إذا شنو عندي؟ عندي سؤال، أنشئ زاوية ABC قياسها 80 درجة. غنشئو هاد الزاوية، انتبهوا معايا، غندير واحد الخط هكا، صافي؟ إذا هاد الخط مثلا نعتبر هذه A، عفوا، إذا هاد الرمز ديالها أو لا المركز ديالها هو B، هنا A، ABC، سالي، المركز ديال هاد الزاوية غادي يكون هنايا، نجيب المنقلة ديالي. غادي نوضعها بهذه الطريقة، لاحظوا، مركز على مركز الزاوية وضلع حامل الزاوية على الضلع الحامل للمنقلة، ثم سأحسب 0 10 20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 هنا، ثم سأصلها هكذا. إذا هذه مثلا السي، صحيح؟ إذا هذه الزاوية قياسها 80 درجة. أنا جاوبت على السؤال الأول وديت 3 ديال النقاط بكل سهولة.
فهم دي ثلاثه ديال النقط بكل سهوله. دابا غادي ندوزو باش نديرو منصف الزاويه، انشئ او اي، هنا خاصها تكون عندي او بي، راه خطا عندي، او بي منصف الزاويه ا بي سي، منصف الزاويه ا بي سي سابي. اذا غنرسم منصف الزاويه باستعمال ماذا؟ باستعمال البركار. صافي البركار هو اللي غادي يمكنني باش نرسم منصف الزاويه. لاحظوا كيف سارسم منصف الزاويه، اذا ساختار واحد الفتحه ديال البركار من اختياري هكذا، ثم لاحظوا ساضع الشوكه على نقطه بي، وثم اقوم بقوس على بي ا، على نصف المستقيم بي ا وعلى نصف المستقيم بي سي. ثم هاد القوس غادي التلاقي ديال القوس مع بي ا والتلاقي ديال القوس مع بي سي غادي يشكلوا لي واحد النقط. صافي بنفس الفتحه ديال البركار ما غنغير والو، غادي يمشي نهاد التلاقي هنا هكذا، ونوضع الشوكه ديال البركار، ثم غادي ندير قوس، داكور ندير قوس، ثم غنمشي هنا كذلك نهاد التلاقي وندير قوس هنا هكذا، وغادي نحصل على ماذا؟ غادي نحصل على نقطه، غادي نحصل على نقطه تسمى، او عفوا هنايا، هنايا ماشي او او بي بل بي اي، صافي بي اي منصف. اذا هنايا اي نقطه اي، يعني شنو غادي ندير دابا؟ غادي نصيل بي مائي، هذا هو منصف الزاويه، منصف الزاويه. اذا هذا منصف الزاويه كيمكنني من ماذا؟ انه كيقسم الزاويه الى زاويتين متقايستين. اذا الا كانت هذه الزاويه الكبيره فيها 80 درجه، فان هذه الزاويات صغارين بجوج فيهم 40 درجه، 40 درجه. صافي اذا هكا كنكون رسمت بسهوله. دابا غندوزو للكاستون الاخر اللي هو ديال الترجمه. صافي بحكم هذا العام دخلوا للتلاميذ تمارين باللغه الفرنسيه وكذلك مصطلحات ديال الرياضيات باللغه الفرنسيه، اذا قررت انني نضيف مره هكا اسئله باللغه الفرنسيه باش يسهل على التلاميذ التعامل مع هذا النوعيه من الاسئله. اذا ترادوي لي مو سويفونت، يعني ترجم هذه الكلمات. اذا هنا منصف الزاويه، يعني قلنا هذا منصف الزاويه باللغه الفرنسيه، اذا منصف الزاويه بيسيكتريس دان نونغلي، منصف الزاويه، داكوغ منصف الزاويه. وهنا عندنا نومبغ ديسيمال، يعني عدد عشري، عدد عشري، والله ولي التوفيق. كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا معايا في قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري، كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري، لانها في امس الحاجه لكم، وبالدعم ديالكم وبالمسانده ديالكم غادي تكبر القناه وغادي توصل لاكبر عدد من المتتبعين، وان شاء الله باذن الله نفرحوا بالنجاح ديال القناه جميعا. كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.